الناس طبعا راقده، الاغلبيه كانت نايمه، فهمت؟ ما فيش حد كان مستعد، نحن جيران بعضنا، عرفت؟ عده منازل جنب بعضنا، عائله سقيبه. فقدنا العين تو 30 شخص، 30 شخص من عائله واحده. ما لقيناش ولا واحد الى الان. لان الشيء اللي صار هذا كلهم في رقاب المسؤولين. ليش؟ لان كان واضح ان السد فيه مشكله وكان فيه تنبيهات عليه. ليش ما اهتميتوش بيه؟ من هو المسؤول اللي غادي؟ او والله نحن مسؤولين في قتل بعض؟ أنا نكبة بما تعني الكلمة. وضع مأساوي صح، والله بصدق وضع مأساوي صح، يعني شكرا لله اللي فقدناهم خلاص.